رجعنا لكم بطبيعه باش نحكيوا على المشاغل نتاع الناس، لكن نبداو بالروبريك نتاعنا فيك وكعبه حلوه، وخاصه اللي هلايمات العبيد تحب تصيف، لكن فم برشا عبيد كريت بي دون لو يلقاو رواحهم الريح قريب يهزهم، ناس ما استغلتش معناها ما نا با بروفيتي وفات من الفاكونس هذايا. دونك قلنا علاش لا نقولوا نعملوا ريبورتاج على التونسي والتصيف. عسلمة، مرحبا بكم في برنامج الحقائق المقربعة. اليوم ريبورتاج على التونسي والتصيف، معنا فريد موظف بوعائلة ويحب يصيف. فريد انت تحب تصيف؟ اي انا بوعائلة ونحب نصيف، اما الكراه في الخلاء راهو غالي والوتيل غالي وكانك على السفر زاد غالي. فريد محتار، شنو يعمل فريد؟ يسرق ولا شنو يعمل فريد؟ يسرق؟ لا لا أختي، كل شيء ولا السرق، عندي أرتروز في ركبتي والطبيب نصحني قال لي لا تجري ولا تتشعبت. فريد قرر يعدي السيف في الخدمة، معناتها باش يضحي سيف السنة ويعديه يخدم. أو حتى انت يا مرأة موش عبالك يا بنتي، موش في الخدمة معناتها نخدم، معناتها نقعد في الخدمة، في الكليماتيزور بلاش، الويفي بلاش، الضو بلاش ثاني. إذا فريد كيف وكيف برشا توينسا ماهوش خالط على السيفية هو والعائلة متاعو. أما قل لي توا أنت باش تصيف في الخدمة والعائلة شنو باش يعملوا؟ اسمعي نقول لك، أنا هو أبو العائلة، كي نتفرهد أنا كاينها العائلة كل شي فرهدت. نمروا توا لسعيد السمسار يكري في الديار، ديار شت وسوم ديار عشت وسوم وشت، اما الحق الحق ميزيب متاعت. سعيد العبيد تتشكى من اسوام الديار والخلاعة. بالله سمعني شكونك انت باش تتكلم باسم الشعب الساعة من الاول الساعة؟ شنو شنو انا راني صحفية. اوكي اوكي هاي مريقل صاحبي، شوش فسر لك موضوع ريت راهو العرض راهو الكراء هذا راهو عرض وطلب، معناتها ريت انت كي تراه العبد كي شنو اموره جو به كذا، ترى الكهرباء الميكانيك كذا يتشحتو. يسامحني والوكيل؟ الوكيل يحب على اللوكال، دونك يكسكي ولا يشد بيروه. تقصد يشد دارو؟ ليه ليه قلت لك يشد بيروه، في الكليماتيزور بلاش، الضو بلاش، الويفي بلاش، والفريجيدير بلاش، والبونويت بلاش، وسقف الكهرباء بلاش. مسامحني سامحني سافا سافا. هاكم شفتوا الشفاعة من الخلاعة، جينا نسألوا على الإدارة اسكو قاعدين السمسارة يخلصوا في الضرائب والأداءات ولا لي؟ ملكة الديار يدكلاريو على ميزيب الفلوس ولا لي؟ أما أنا ما نجمش نقول لكم، أما أنا ما نجمناش نكملوا الريبورتاج هذا لاسباب ماليه، خاطر ما عادش عندنا بيدجي للانتاج. وبالمناسبه نحب نستغل الفرصه هذه بما اني في الاذاعه ونقول امان عندنا استوديوات في التلفزيون نتاعنا سيف سنين محطوطين للكري، استوديوات بي دون لو في ديون وفي على الحبس. شكرا فريق الروبورتاج، شكرا الروبورتاج هذايا صحيح باش يعمل ضجه ان شاء الله برك، معناها ما يشكيوش بينا تعرف ما خاطر نكري فيه دوليب السمساره قصدك فيه دوليب بهلا سفيان، دونك فيه دوليب وفما برشا فلوس وما همش ديكلاري، ونحن رانا مش نقو ولا حاجه معناها ربي يعينهم، هم ديكلاريو كي ديكلاري انت وعنيها على الكري وتدفع الاداءات نتاعك ما يتحسن الكيس ونحسنوا يولي فما ضو ودارك تولي عندها فاليور اكثر تكسريها غاليه، دونك ادفع الاداءات ادفع ادفع الاداءات. باهي نمشيو بعد الريبورتاج هذايا اللي افهمنا الكل، نمشيو النشره الجويه ونمروا كما العاده معنا سفيان بالحميده في الجري، تعرفوا في الجري دي تي سفيان بالحميده هو اللي متكلف بالنشره الجويه ونفتر فيك. اهلا بيك سفيان. عسلمة حاتم، عيدكم مبروك الناس الكل، ينعاد علينا وعليكم بالخير على امه المسلمين في تونس وفي الجزائر وخاصة في ليبيا، ليبيا متاع جماعة النهضة وليبيا متاع جماعة مرزوق. اي من العيد تحكي على العيد الصغير والعيد الكبير؟ العيد الصغير ما مازلنا كي كملنا رمضان والحمد لله تعدى سلامات ولبيس. شنو هي احوال الطقس؟ يسأل عليك الخير خويا حاتم. باش تعودنا كل مرة نحكي معناه نقصد شنو هي هذه حكاية الريح اللي شادت صحيح؟ نقول لك ملا ليه البلاد الكل تمروح، الناس تبيع في الريح للمراكب
وعود في الهواء عادي يبدا عنا برشا ريح وبيناتنا انا نحب الريح كي يبدا يحرك في ردوات الحرير بنا وعشقة وكنافة وروبة الطاير وسويري محلولة سي بون 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 خلينا في الريح نتعداو لدرجة الحرارة والله الريح طلع لي سخانة في راسي 45 درجة في جواجية 50 درجة وفي ستوب يزي من الجو يزي من أحوال الجو كنتوا مع فيك وكعبة حلوة وبيان سور نادي ما نستقبلوا ستاندرديست اللي عدينا في المكالمات يو نو برو باش نقعد كل مره نجي هوني برو انا خاطر حكيت مع يو نو حامد شريط الراديو برو باش نولي ديما نجي ونتعادى ديريكت من الحبس نجي نتكلم شويه من بعد الروح مروان نحن راهو برشا عبيد معناها عجبتهم هي الحكايه ما قالك ما تنزلوش ياسر على سواقمان خاطر هو في محنه نحن ديما نقولوا ربي يفرج عليه وسيرتو نحن نحكيوا عليه زاده باش نسمع اما كي احنا نتذكروه حاتم انا بيرسونيلمون نحبه برشا والتوانسه الكل يحبوه برشا لكن مش متعديوه تو في الكادر معناها فهمكم وقت يتكلم يبدل الاصوات تو نجموا نراو مروان في الكادر كي يتكلم اوكي سيم فوالا دونك تحيه لسواقمان ولعائله سواقمان والجمهور اللي يحب سواقمان الكل ان شاء الله ربي يخلص وحله واحنا عندنا ثقه في القضاء التونسي معناتها كانوا مظلوم وكل شيء ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يسلكها وسيرتو في السخانه هذه وان شاء الله ربي يخلص وحل المساجين نتاعنا المظلومين الكل وراو كي نتذكروه حاتم معناتها هكا خير من اللي ننساوه جمله معناتها كي نذكروه نفادلكم ونضحكوا كذا وهو جو بونس يقبل معناها ليه هو يضحك معناتها صاحب جو معروف محبوب على الاخر ويحب الجو والضحك وكل شيء بالعكس احنا في تونس في تونس احنا ما تلقاه هو الفنان بيدو والا السياسي يطلبني والله برافو يعطيك الصحه على التقليد وبرشا معناها معروفين والمحبين ولا معناتها اللي تابعين الحزب نتاعو وكل شيء هما اللي خلقوا يسبك في لي كومونتير وكل شيء وكيفاش تتكبر على فلان ولا كي كذا على فلتين وي معناها جوست على الضحك وبرا حتى خاصه كي نمسوا شويه ايقونات اي شكرا شكرا مروان